بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الضحايا وتحت باب ما يجوز من السن في الضحايا، قال: حدثنا محمد بن صدران، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا، قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال: ضحي به، فضحيت به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة في كتاب الضحايا في باب ما يجوز من الأضاحي. وقبل أن نخوض في بيان معناه، نشير إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حرص على أصحابه، ومن رعاية لأحوالهم، وتفقد لأمورهم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو القائد، وهو ولي أمر المسلمين، فلا غرابة أن يقوم في بعض الأحوال بتخصيص بعض الناس من أصحابه ممن يعلم أن لهم حاجات معينة، أن يقوم بتخصيصهم بأشياء لا تشمل عموم المسلمين في المدينة ممن كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء وقت الأضاحي، دخل شهر ذي الحجة، والناس كلهم يتطلعون لأن يضحوا، لأن أجر الأضحية كما تقدم معنا أجر عظيم، كل يريد أن يحوز هذا الأجر. وكثير منهم كانت تضيق أحوالهم عن أن يشتروا هذه الأضاحي أو أن يجدوها في أموالهم، فبادر الرسول عليه الصلاة والسلام بتوزيع بعض الأضاحي التي جاءته، وقد كانت ترد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أموال عديدة من الزكوات والصدقات. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ففرق هذه الأضاحي بين بعض أصحابه، أعطاهم ما عنده، وبقي واحد منهم لم يجد له النبي عليه الصلاة والسلام أضحية كبيرة تصلح لأن يضحي بها، فأعطاه جذعا من الماعز. وهذا كما تقدم معنا في الدرس الماضي أنه لا يجزئ، الماعز لا يجزئ منها إلا الثني، وهو ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية. لكن هذا لم يكن قد بلغ هذه السن، ولم يبق إلا هو، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام له. فلما أخذه تذكر أن مثل هذا لا يصلح للتضحية،
فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه بما في نفسه أنه أعطاه هذا الجذع وهو لا يصلح للتضحية لصغر سنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يضحي به وبين له أنه يكفيه، وهذا نوع من التخصيص، نوع من إفراد بعض الناس المكلفين بحكم معين لا يشمل غيره، هذا له حكم كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن شرع الله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة، فعندما يختص إنسانا معينا بحكم لا يشمل غيره النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يتصرف بمقتضى الوحي الذي لديه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يضحي به فضحى به، مع أنه في الأصل لا تجوز التضحية به، لا تجزئ التضحية به لصغر سنه، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعلمون هذا الحكم، وإلا لما راجعه هذا الصحابي في شأن أضحيته في شأن هذا الذي أعطاه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه اختصه به جبرا لخاطره وتطييبا لما في نفسه حتى لا يشعر بالغضاضة، أن الناس كلهم أخذوا ضحايا كبيرة تجزئ وهو لم يأخذ شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جبر خاطره بأنه يضحي بهذا وهذا يكفيه ويجزئ عنه. هذا دليل على أن الصغيرة من الماعز التي لم تبلغ سن الثني أنها لا تجزئ، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، ما قال له بل تجزئ، لكنه قبلها منه، قبلها منه، وهذا دليل على أن الصغيرة من الماعز لا تجزئ، لا يجزئ من الماعز في الأضحية إلا ما بلغ الثني وهو ما أكمل سنة ودخل في السنة الثانية، وهذا بخلاف الضأن، الضأن ما أكمل 6 أشهر منها تجوز التضحية به، تجزئ التضحية به. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الحكم، أكد هذا الحكم، مما يدل على أن التضحية بالصغيرة من الماعز لا تجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صدقه فيما قال، ما قال له بل تجزئ، قال له ضحي بها أنت، هذا شيء يخصه هو ولا يقاس عليه فيه غيره. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اختص رجلا من المسلمين أيضا من صحابته، أبو بردة رضي الله تعالى عنه، اختصه بالتضحية بالعناق وهي الصغيرة من الماعز التي لم تبلغ سن التضحية. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود. نعم، هذا الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا على المسلمين في بعض النواحي في بلاد فارس، كان أميرا على الجيش، فلما جاء وقت الأضاحي عزت الغنم. ما معنى عزت الغنم؟
لم تنقطع، الغنم موجودة، لكن الغنم الكبيرة ذات الأسنان التي دخلت في سن الثني ونحو ذلك، كما تقدم في الحديث الذي معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة من الغنم هي ما وصلت إلى حد الثني. فلم يجدوا في الغنم الموجودة عندهم في تلك الناحية في ذلك الوقت من المسنة الشيء الكثير، فقام مجاشع رضي الله تعالى عنه ونادى في الناس أن الجذع من الضأن، يعني ما اكتمل له ستة أشهر، يجزئ مما يجزئ منه الثني، يوفي مما يوفي منه الثني، يعني يقوم بما يقوم به الثني، يكفي. وفرق بين أن يكون الشيء كافياً وبين أن يكون الشيء أفضل. الأفضل أن يكون، أن تكون التضحية بالثني، لأنه أوفر لحماً وأكثر سمناً، لكن إذا لم يوجد فيجزي أن يضحي من الضأن بهذا السن، الجذع ستة أشهر ما دون السنة يعني. وهذا الصحابي لم يأتي بشيء من عنده، ما قال ذلك للناس بحكم إمرته أنه أمير المسلمين، لكنه قاله لأنه يعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس المسلمين بذلك، فهو ينقل للمسلمين ما علمه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، شاتي وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه تخصيص لبعض الصحابة، وفيه جبر لخواطرهم. هذا أبو بردة واسمه هانئ ابن نيار البلوي رضي الله تعالى عنه، على أرجح الروايات في اسمه، وهو خال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة عيد الأضحى وخطبهم، قال في خطبته من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب. فقام رجل، هذا أبو بردة رضي الله تعالى عنه، وقال يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، ذبحتها قبل الصلاة، ما انتظرت حتى يأتي وقت الصلاة ثم بعد الصلاة أذبح، ذبحت قبل الصلاة، لماذا تعجلت يا أبا بردة؟ قال علمت أن هذا اليوم يوم أكل وشرب توسعة، فبادرت من الصباح الباكر إلى ذبيحتي فذبحتها وطبختها وأطعمت أهلي وجيراني وأكلت أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شاة لحم، هذا لحم تأكله أنت وتتصدق منه، لكن هذا ليس بأضحية، لأن الأضحية لها وقت، متى تكون؟ بعد الصلاة، الأضحية بعد الصلاة، فمن ذبح أضحيته قبل الصلاة فهي ليست بأضحية. إذن لابد أن يتحرى الإنسان المسلم كما يتحرى في سنها
وفي سلامتها يتحرى أيضا في وقت الذبح. والعبادات فيها ما هو مطلق، يعني في أي وقت يجوز، كالصدقة، إنسان يتصدق في أي وقت، هذا أمر مندوب له أن يتصدق الإنسان في أي وقت، لكن فيه عبادات مقيدة مرتبطة بأوقات معينة، ومنها الصلوات الخمس. الله سبحانه وتعالى ربط وجوبها بأوقاتها، وقال في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أوقات بينها النبي عليه الصلاة. فالذي يصلي قبل الوقت صلاته غير مجزئة، لا بد أن تكون صلاته بعد دخول الوقت، لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. كذلك بالنسبة للأضحية، الأضحية عبادة مقيدة، مقيدة متى؟ بأن تكون في يوم النحر والأيام التي بعدها، وبأن تكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. طيب، الإنسان إذا كان في مكان ليس فيه صلاة عيد كيف يصنع؟ ماذا يصنع الإنسان في مثل هذه الحال؟ ينتظر بالقدر الذي يتمكن فيه الإمام من الصلاة والخطبة. كم هذا يأخذ من الوقت صلاة العيد؟ نصف ساعة مثلا؟ ينتظر نصف ساعة بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح في الأفق، ينتظر بعد ذلك هذا المقدار ثم يذبح. لكن إذا كان فيه إمام يصلي صلاة فإنه لا يذبح حتى يصلي الإمام، حتى ولو تأخر الإمام، لو تأخر الإمام يعني ما جاء الإمام في هذا الوقت ولكنه صلى بعد ارتفاع الضحى، ينتظر حتى يصلي الإمام ثم بعد ذلك يذبح. من أين لنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا معنا ونسك نسكنا فقد أصاب. يعني من لم يفعل ذلك ففعله غير مجزئ، ما أصاب الوقت الذي تكون فيه الأضحية. وهذا دليل على أهمية تحري الإنسان في أداء عبادته، في شروطها، في أركانها، في كيفية أدائها، لا بد أن يتحرى الإنسان. لماذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصحابي أبي بردة رضي الله تعالى عنه أن يضحي بالعناق أنثى المعز الصغيرة؟ لأن خاطره قد تكدر بماذا؟ فاتت عليه أضحيته التي أعدها وهيأها لتكون أضحية في هذا اليوم العظيم، ذبحت قبل الوقت فلم تكن أضحية، ماذا يصنع؟ لو كان عنده غيرها لجاء بها وذبحها، لكن ما عنده شيء، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، يعني ذبحتها لتأكلها أنت وأهلك وجيرانك ولكنها ليست بأضحية، قال: يا رسول الله، عندي عناق، في بعض الروايات سمينة، تعدل شاتي لحم. هذه العناق الأنثى الصغيرة من المعز، لكنها كانت داجنا في البيت كما في بعض الروايات، ومعنى كونها داجنا أنها تربى في البيت، ليست مع المواشي الأخرى، تربى في البيت وتطعم ويعتني بها أهل البيت، فهي صغيرة ولكنها سمينة، سمينة وفارهة. يقول: تعدل شاتي لحم، يعني في القيمة الإنسان لو خير يقول يختار هذه لأنها تعدل شاتي لحم. عيبها أنها صغيرة السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحال ماذا قال له وهو يعلم حاله؟ ليس عنده ما يشتري به أضحية ثانية،
وهو مكسور الخاطر مما حصل له، فاتت أضحيته، فات عليه الأجر العظيم في هذه الأضحية. النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يضحي بهذه العناق، وقال عليه الصلاة والسلام له، هذه مسألة لا بد أن نقف عندها، قال: تجزيك ولا تجزئ أحدا بعدك. هذه العناق الصغيرة كانت استثناء في حق أبي بردة رضي الله تعالى عنه في جواز التضحية بها، لكن ما يأتي إنسان آخر ويقول: كما ضحى أبو بردة بالعناق فأنا أضحي بالعناق، لا، لأن هذه من النبي عليه الصلاة والسلام منحة خاصة لأبي بردة، وجبر الخاطر ومراعاة الحال في هذه المسألة واضح من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الأمر الآخر هو قوله: تجزيك، يعني الآن، ولا تجزئ أحدا بعدك. لو قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تجزيك، وسكت، لأمكن أن تجزئ أحدا آخر غير أبي بردة، لكنه عندما قال: ولا تجزئ أحدا بعدك، دل هذا على أن هذا الحكم خاص بأبي بردة رضي الله تعالى عنه. هذا استثناء من القواعد. القاعدة العامة أنه لا تجزئ التضحية بالعناق، لا تجزئ التضحية بالجذع من الماعز الصغيرة التي لم تبلغ سن الثني، لكن هذا استثناء منها. هذا الاستثناء ثبت بالنص بقول النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة عند العلماء أن المستثنى من القواعد لا يقاس عليه، لا يقاس. القاعدة أن التضحية تكون بالكبيرة، لكن هذا استثناء من القاعدة ثبت بنص من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاستثناء ليس لأحد، ليس لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. ما يأتي أحد الآن، كبير أو صغير أو أمير أو عالم، فيستثني ويقول: لا، فلان يجوز لك أن تفعل هذا. هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على أن هذا الحكم خاص بأبي بردة. إذا أخذنا هذا وقرناه بما تقدم في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للصحابي الذي لم يبق له من القسمة إلا الجذع من الماعز الصغير، أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحي به، فهذا أيضا مثله استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. كيف نجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أن له أن يضحي بهذا الجذع؟ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان ذلك في وقت واحد، أو ربما كان هذا قبل نزول الحكم النهائي بأن الجذع لا يجزئ. فلما نزل الحكم النهائي جاء حديث أبي بردة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه بخصوصه وقال: تجزيك ولا تجزئ أحدا بعدك. ما أجمل أن يتأمل الإنسان في تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هديه، وفي مراعاته. هذا كما يقول بعض الكاتبين: جبر الخواطر. جبر الخواطر، إنسان قد ينكسر خاطره وتتغير نفسه لأمور كثيرة، ربما لمصيبة تحل به، ربما لفقر، ربما لفوات أمر محبوب، إلى أشياء كثيرة. فالذي يسعى لجبر خواطر هؤلاء لا شك أن له عند الله سبحانه وتعالى أجر عظيم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك معهم، مع أن هنالك من الصحابة غيرهم كثير محتاجون، وغيرهم كثير لا يجدون ما ينفقون، لكن هؤلاء عرضت لهم حالات خاصة عند أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فتصرف فيها صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر. حكمته ظاهرة في جبر الخواطر، لكن هذا الأمر أيضا هو بوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والمبادرة إلى الخير من الإنسان المسلم والسعي إليه قد تكسبه فضلا لا يكتسبه غيره. قصة عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه، عندما كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه يحدثهم عن يوم القيامة وعن الجنة وعن أهلها، قال: يدخل الله الجنة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. خبر، وهو خبر صادق، النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لا ينطق عن الهوى، لكن سكت الناس. فألقى الله سبحانه وتعالى في قلب عكاشة أن يبادر إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن أكون منهم. قال: أنت منهم. تنبه الناس جميعا بعد ذلك، من كان جالسا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم قاموا يبادر: يا رسول الله، أدعو لي أن أكون منهم يا رسول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. انتهى الأمر، أقفل الباب، وإلا لو انفتح الباب لجاء الناس كلهم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. فهؤلاء كانوا بحضرة النبي، الأول لم يجد إلا هذا الجذع الصغير، والثاني هذا أبو بردة فاته أن يضحي، ذبح أضحيته قبل الوقت وما عنده ما يضحي، ولكنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض، أن عنده هذه العناق السمينة المربى في البيت، فهل تجزئ؟ قال له: تجزيك ولا تجزئ أحدا بعدك. ربما لو تقدم آخر لقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها أبو بردة. فالمبادرة دائما إلى الخيرات هذه لها أهمية عظيمة، الإنسان دائما يحرص على المبادرة على الخير. الناس في أمور الدنيا ما شاء الله لا يتوانون، لكن في أمور الآخرة يحتاجون إلى أن يذكروا، ويحتاجون إلى أن يعتنوا ويهتموا بالمبادرة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، هذا اللفظ فيه دليل واضح على أهمية المبادرة، ليس هذا فحسب، بل السعي الحثيث إلى هذه المبادرة حتى يكون الإنسان الفضل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا مسدد، حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعه من المعز. فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. نعم، هذا تأكيد لما تقدم في حديث أبي بردة السابق، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في أن يضحي بالعناق بدلا عن الأضحية الكبيرة. نعم. باب ما يكره من الضحايا. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن
عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقى لا تنقي والكسير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود: ليس لها مخ. نعم، هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فيه بيان لبعض أنواع لا تجوز في الأضحية، يعني لا تكفي لأن يضحي الإنسان بها. قلنا في الدرس الماضي وفي الذي قبله إن الأضحية عبادة يبتغى بها الأجر العظيم من الله، وهي أفضل الأعمال في يوم النحر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل شيء يتقرب به إلى الله في يوم النحر ذبح الأضاحي. فلذلك لابد أن يحرص الإنسان على أن يتخير ذبيحته، وألا يبخل على قدر استطاعته في تخير هذه الأضحية. فالبراء رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك، قام فيهم خطيبا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام في البيان، كان يقوم في أصحابه يبين لهم، خاصة في الأمور التي تحتاج إلى بيان في المواسم المعينة. يقول: وأصابعه أطول من أصابعي. هذا دليل على ماذا؟ ما أهمية أن يكون أحد البشر أصابعه طويلة والآخر أصابعه قصيرة؟ ما علاقة هذا بالحكم؟ علاقة هذا هنا الضبط والدقة في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أربع لا تجوز في الأضاحي، هكذا. فهذا يبين لك أن القضية ما وهم فيها البراء بن عازب، لأنه كان ينظر إلى كف النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصابعه، يقول: أصابعه أطول من أصابعي وكفه أطول من كفي. هذا دليل على الضبط والدقة والتحري في النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أربع لا تجوز في الأضاحي. في أي شيء من الأضاحي؟ في كل الأضاحي. العوراء والمريضة، المريضة التي تكرهها أنت ويكرهها الناس لا تتقرب بها إلى الله. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الشيء الذي تعافه النفس، نفوس عامة الناس، لا يجوز أن تنزل همتك إليه لتتقرب به إلى الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلا بد أن يحرص الإنسان. المريضة لا تصلح، التي قرنها مكسور لا تصلح، العجفاء الهزيلة الكثيرة هذه، أو الكثيرة هي المكسورة بها كسر يعني، لكن العجفاء التي لا تنقي يعني ليس فيها مخ، ما فيها دسم، هذه لا تصلح في الأضحية. يعني ما تقدم معنا يدل على أهمية التضحية وبيان الأسنان التي تجوز في الأضاحي، لكن هنا الكلام عن الأوصاف، أوصافها: المريضة، العوراء،
العرجاء العجفاء هذه لا تجوز، لا تجزئ. كيف تتقرب بهذه إلى الله ولو عرضت عليك فإنك في الغالب لا تقبل بها، ولو عرضت على عامة الناس أيضا سيقولون مثل هذا، فمثل هذه يجب أن تجتنب. قد يقول قائل أنا لا أجد إلا هذه ولا أستطيع أن أضحي إلا بمثل هذه، ما عندي ما أشتري به، قدراتي المالية تعجز عن أن أشتري أضحية كاملة الأوصاف. نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إما أن تأتي بالشيء على وجهه الصحيح الذي بين في شرع الله أو فلا تأتي به، لأن هذا الأمر ليس من الواجبات، ليس كالصلاة. الصلاة إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، إذا لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنبك، إذا لم تستطع على جنبك صلي مستلقيا، وهكذا. لكن في مثل هذه الأمور الزوائد التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، إذا لم تجد الشيء الذي يصلح والذي تنطبق عليه الأوصاف الشرعية فلا تفعل. ونشير هنا إلى ما يطرحه بعض من يخوضون بغير علم من قولهم إنه يجوز أن يضحى بالدجاج، يجوز أن يضحى بالديك الرومي مثلا أو بكذا. هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام من أين لهم؟ يقول المسلم العامي أنا لا أستطيع أن أشتري إلا دجاجة وأريد أن أضحي. لا يا أخي، جزاك الله خيرا، أمسك عليك مالك، هذا لا يكفي. إذا لم تجد أضحية تنطبق عليها الأوصاف الشرعية وتحقق فيها هذه الشروط فلا تضحي، أمسك عليك مالك في مثل هذه الأحوال. لكن بعض هؤلاء الذين يخوضون بغير علم يقولون لهم ضحي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت لا تستطيع أن تشتري أضحية كبيرة اشتري دجاجة، المعتبر هو إسالة الدم. لا، كذلك هؤلاء الذين يقدمون الهدي في الحج، يهدون عليه هدي تمتع أو هدي قران، ويذهب ويشتري ذبيحة عجفاء أو مريضة أو كبيرة السن لا تصلح لشيء ويذبحها باعتبار أنه كأنه يفهم أن المقصود إسالة الدم، أن عليه دما يعني أن يسيل الدم، وهذه لا تصلح حتى ربما للحيوانات والطيور الكاسرة، ربما قد تأكلها أو لا تأكلها من شدة مرضها أو عجفها أو نحو ذلك. فمثل هذا لا بد أن ينبه. وقد يقول بعض المسلمين الحجاج بأنه يعني يحج لأول مرة وهو متمتع أو هو قارن ولا بد أن يهدي. لا يا أخي، فيه بديل. إذا لم تستطع الهدي الذي تنطبق عليه الشروط فانتقل إلى الصيام، ها؟ الصيام يصوم 10 أيام بدلا عن الهدي. لكن هذا الذي يفعله كثير من المسلمين في وقت الحج جهلا أو اعتمادا على بعض الأقوال الشاذة والفتاوى التي لا تصح ويقومون يضحون بمثل هذا، هؤلاء مخطئون ولم يسقط عنه الواجب، لأن هدي التمتع والقران واجب من واجبات الحج، فهو بهذا العمل لم يسقط الواجب عن نفسه. إذا كان هذا الذي يقوم به لأنه يعجز عن شراء الشيء المجزئ يصوم 10 أيام ويكفيه هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعضهم كما قلنا في الدرس الماضي يختار الصغير، يأتي بعجل صغير أو يأتي من الإبل بالصغير الذي لم يبلغ السن الذي يجوز به يجزئ به الهدي فيذبحه ويقول هذا أطيب لحما. إذا أردت أن تأكل اللحم وتستمتع به هذا شيء آخر، لكن إذا أردت
أن تؤدي الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك فلا بد أن تتحرى توافر الشروط الشرعية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء وحدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا عيسى المعنى عن ثور حدثني أبو حميد الرعيني أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكسيرة. نعم، هذه أوصاف زائدة أيضا، وهي مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها ذكر فيما سبق، التي كسر قرنها، العورة، البخقاء، هذه التي قلعت عينها أو أصيبت فذهبت منفعتها، هذه أيضا لا تجزئ في الأضاحي. كذلك التي قطعت أذنها بالكامل حتى بدا الصوان الذي تحت الأذن بدا، هذه لا تجزئ أيضا. والتي كسر قرنها من أصله هذه أيضا لا تجزئ. الكثيرة، العجفاء، كل هذه لا تجزئ. هذا الرجل الذي يحدث عتبة السلمي رضي الله تعالى عنه كان يظن أن الهتماء، يعني التي سقطت أسنانها، لا تجزئ في الضحايا، فجاء إلى عتبة وسأله وقال إنه لم يجد في السوق أضحية تصلح له إلا هتماء، عيبها أن أسنانها قد سقطت لكن ليس فيها عيب في قرونها ولا في عينها وهي سمينة. فقال أفلا أتيتني بها، يعني أنا أضحي بها. قال سبحان الله تجزئ عنك ولا تجزئ عني، هو هذا السائل يقول لماذا تريدها؟ أنت تريد أن تذبحها أضحية فتجزئ عنك، لماذا لا تجزئ عني أنا؟ هذه أسنانها ليست موجودة. قال له لأنك لا تريدها، تشك فيها، وأما أنا فلا أشك فيها. من أين لهذا رضي الله تعالى عنه أنه لا يشك في صحة التضحية بالهتماء التي سقطت أسنانها، وأن سقوط الأسنان ليس من العيب الذي يمنع التضحية بها، مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر له عن البخقاء وعن هذه التي قطعت أذنها وعن التي قلعت عينها، هذه عن الكثيرة. أما غيرها فلا مانع من التضحية به، وهذا دليل على أن ما يستحسنه الإنسان أو كما يقولون يستمزجه، يعني يقترب من هواه أو يوافق هواه، ليس بالضرورة أنه هذا الموافق لشرع الله سبحانه وتعالى. في الشرع هنا يجوز أن يضحى بالهتماء، لكن هذا هو من نفسه ظن أن هذا من العيوب التي تمنع التضحية بها. فالذي عنده علم عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إنها ليست من العيوب،
فهلا أتيتني بها لأضحي أنا بها؟ قال سبحان الله، تجزئ عنك ولا تجزئ عني؟ قال نعم، لأنك أنت تشك فيها، أما أنا فلا أشك فيها. من أين له أنه لا يشك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين العيوب الحقيقية ولم يذكر منها هذا العيب وهو الهتم وهو سقوط الأسنان؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق، عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة. نعم، هذا حديث أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستشرفوا العين والأذن، يعني أن يتأكدوا من سلامة العين والأذن، لا تكون العين عوراء ولا تكون الأذن مقطوعة، لكن الأذن تحدث فيها عيوب معينة، إما أن تشق الأذن، هذه تشق من أعلاها إلى أسفلها، وإما أن يقطع من أعلاها أو أن يقطع من أسفلها، وهذه كلها كانت تحدث من باب الوسم عند الناس حتى يسم ماشيته حتى لا تضيع إذا اختلطت بغيرها، أو أن تخرق أذنها، تكون هذه علامة فيها. فهذه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذه عليهم أن يحتاطوا فيها. لكن العلماء تكلموا في مسألة الكمال ومسألة الإجزاء في مثل هذه الأحوال. الأذن عندما تقطع الأذن بكاملها كما في الحديث الذي سبق، هذا دليل على أنه عيب، وعندما يكسر القرن بكامله هذا دليل على أنه عيب، لكن إذا كان قد أخذ من الأذن أو من القرن شيء يسير هذا نقص، لكنه هذا لا يخل بالإجزاء، لم يبلغ درجة الكمال لكنه يصلح للإجزاء. فإذا كان هذا الشيء يسيرا، إذا كان هذا القطع يسيرا، وكيف يكون يسيرا؟ يكون يسيرا بالنظر إليه أولا، والشيء الثاني بالنظر إلى قيمته في الأسواق، يعني لو أتيت بهذه ولها ما يماثلها في السوق أو مع من يعرضها وليس فيها هذا الأمر، ليس فيها شق في أذنها ولا قطع في أذنها، هل يؤثر هذا في قيمتها في السوق ورغبة الناس فيها؟ إذا كان هذا يؤثر في رغبة الناس فيها أو في قيمتها فهذا عيب، لكن إذا كان هذا لا يؤثر أو هو تأثير يسير لا يعني يلتفت إليه في الغالب، ففي مثل هذه الحال تجزئ. لكن ما ذكر البخقاء والمستأصل قرنها وهذه التي قطعت أذنها هذا عيب ظاهر كبير، فإذا كان العيب يسيرا، إذا كان هذا القطع يسيرا في جزء من أذنها أو من قرنها، الأفضل والأكمل أن لا تكون كذلك، لكن لو كانت هذه بهذه المثابة فإن هذا يجزئ في مثل هذه الحال. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن قال أبو داود جري
جري بن كليب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظباء الأذن. والقرن سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. نعم، يعني هذا أيضا تأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بعظباء الأذن، وهي المقطوعة الأذن، وكذلك القرن التي استؤصل قرنها وكسر قرنها، هذا عيب فيها، هذا عيب ينقص من قيمتها، فلا تجزئ هذه في التضحية لدخولها في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا هشام عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعظب؟ قال: النصف فما فوقه. نعم، هذا بيان للحد الذي يتحقق به العيب فيما ذكر في القرن، في الأذن ونحو ذلك. قال: النصف ما فوقه، إذا قطعت نصف الأذن أو نصف القرن هذا هو العظب، هذا هو العيب، لكن إذا كان أقل من ذلك فإنه يجزئ، يجزئ. نعم. باب في البقر والجزور عن كم تجزئ. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها. نعم، هذا الحديث فيه بيان للاشتراك في الهدي، الهدي الواجب يعني في الحج. يقول جابر رضي الله تعالى عنه بأنهم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشتركون البقرة، يشترك فيها سبعة، والبدنة من الإبل يشترك فيها سبعة، يعني تجزئ عن سبعة، هذا بحسب التقدير التقريبي، أن الناقة أو الجمل والبقرة توازي سبعا من الغنم، فكأنها يعني في بهذه المثابة لما كانت توازي سبعا تكفي لسبعة، أن يشترك السبعة فيها فتذبح عنهم تكفيهم هذه للهدي. طيب، نحن الآن نتكلم في ماذا؟ الكتاب الذي معنا كتاب ماذا؟ كتاب الضحايا. لماذا انتقل هو إلى الهدي؟ لماذا قال جاء بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أنهم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشتركون في الهدي، تكفي البقرة لسبعة وتكفي البدن لسبعة؟ السبب في ذلك أن العلماء جمعوا بين ثلاثة أشياء: الهدي والأضحية والعقيقة، الهدي والأضحية والعقيقة، مع أن كل واحدة في باب مختلف. الهدي في الحج، الهدي الواجب، والأضحية لعموم المسلمين في خارج من لم، حتى الحاج يضحي، لكن هي الأضحية غالبا ما تكون في غير الحج، كثير من الأضاحي تكون في غير الحج، والعقيقة في الولادة هناك يعق عن المولود. هذه الأشياء الشروط العامة فيها مشتركة من ناحية السن، من ناحية الأوصاف، من ناحية العيوب، من ناحية الطريقة في التصرف فيها، يأكل منها ويتصدق ويهدي، الهدي والأضحية والعقيقة. ولذلك نجد في كثير من كتب الفقه أن العلماء يجمعون بينها، يقول: كتاب الهدي والأضحية والعقيقة،
مع أنها في أبواب مختلفة لكنها فيها شروط، طبعا فيها فروق. الهدي واجب، الأضحية ليست بواجب، كان بعض العلماء يوجبها ولكن عند جمهور علماء المسلمين أنها سنة مؤكدة، والعقيقة لازمة للمولود، كل مولود مرتهن بعقيقة تعق عنه، لازم هذا الأمر. فبينها فروق، لكن من ناحية الشروط العامة والأوصاف كلها تقريبا متفقة. فلذلك هنا عندما قال في الهدي يجزئ عن سبعة أن يذبحوا بدنة أو بقرة، كذلك في الأضحية لو اجتمع سبعة وضحوا ببقرة أو ضحوا ببدنة هذا يكفيهم. ونقف هنا لأن الوقت قارب على الانتهاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.